هي كابتن جمال واحمد مرتضى، واللي بقالهم مثلا الصبح بيشوفوا مدرب مدير فني يليق برضه بنادي الزمالك، وهو الراجل ده احنا طبعا خدنا معاه بطولات، فاحنا بنقول له برضه متشكرين على الفتره اللي فاتت، واللي جاي بالنسبه لنا يعني ان شاء الله يكون خير باذن الله. واحنا بقى لينا قعده مع اللعيبه، خلاص الجزء بتاع المدرب خلص، لينا قعده مع اللعيبه. وزي ما انا قلت انا مدي اللعيبه وامير باب الله وهو كابتن جمال، انا يوم الخميس ان شاء الله من الساعه 12 لغايه الساعه 22 من العمر، اللي عايز يجدد تعاقده يتفضل اياه المساله، مش عايز يعتبر نفسه خلاص مش في الزمالك، وهنكرمه بره. احنا بنحترم كل الناس وبنقدر كل الناس، واللعيبه دي اسعدت الناس. اللي عايز الزمالك فوق دماغنا والله العظيم فوق الدماغ، اللي مش عايز الزمالك خلاص.